اعلاميه على طول لفان فان العظمه لصالح فيتنام. راح نشوف اللعبه هنا. طبعا واضح الجمهور الفيتنامي وضع طبيعي طبعا مرتاح ورد فعل قويه على اعتبار ان فريقه سجل هدف. وشفنا المنتخب الفيتنامي هو افضل في الشوط الثاني رايح على مرمانا اكثر. هني لاحظ اللعبه ردت على طول للخطير فن هو صانع الالعاب يلعبها. هني لو تلاحظ كان في تقريبا يعني في عقله. لاحظ هني راشد عبد الرحمن على طول تاي حصلها طبعا امام المرمى. ما حد قدامه يلعبها وهو مرتاح. خطيره لو مشت كان ممكن فيصل ينفرد تماما بالمرمى. ليفان الكره معاه يرسلها اماميه خطيره. عن طريق محبوبه للجماهير هنا في فيتنام فين من كره مرتده من هجمه مرتده اصبحت في مرمى منتخب الامارات. هدف ثاني لمنتخب فيتنام. ريدل واضح طبعا انه هو مرتاح تماما على اعتبار ان فريقه في الشوط الثاني افضل واخطر ورايح المرمى اكثر وسجل هدفين. هدف بامضاء تان والثاني كان بامضاء فين. شوف من هجمه مرتده ما في رقابه اطلاقا على اللاعب فين، لذلك يلعبها لوك فوق حارس المرمى وبالتالي هدف ثاني جميل اكيد لمصلحه فيتنام في هذا اللقاء الافتتاحي للمجموعة الثانية. يشهد تألق فيتنامي على حساب منتخب الإمارات بهدفين حتى الآن حتى دقيقة 28.